من شارقة مع دكتور ضياء زين الدين، أخصائي أمراض النسائية. دكتورة أهلا بك معنا. دكتورة، هل من حالات فعلا هي تعاني بسبب عدم الرضاعة الطبيعية، غير طبعا دكتورة ضياء ما ذكرناه أنه بأثارها الإيجابية، هل نتحدث فعلا عن معاناة وأمراض للنساء اللائي لا يرضعن بشكل طبيعي؟ طبعا الارضاع الوالدي له فوائد نفسيه، وبيزيد الدعم النفسي بين الام والطفل. والارضاع من عدا الارضاع بيصير شويه لبعض النساء نوع من الاكتئاب النفسي، هاي الناحيه من عدم الارضاع. والامراض الثانيه، في امراض كثيره مثل ما ذكرتي، السرطان الثدي وسرطان الرحم، سرطان المبيض. في حالة عدم الإرضاع بتزيد نسبتهم، فالوقاية من السرطانات بنسبة 25% هي بالإرضاع الوالدي. موضوع هشاشة العظام كمان بتتأثر، النساء اللي ما بترضع إرضاع والدي معرضات لهشاشة العظام أكثر. وطبعا النزف بعد الولادة، لأنه الإرضاع الطبيعي بيحرض تقلص الرحم وقلة النزف، قلة خزران الدم وفقر الدم بعد الولادة. طيب، هاي النتائج المؤقتة. ما هي أهم مواد بالحليب الطبيعي هي التي تساعد بهذا الموضوع، هي التي تمنع أو تخفف يعني إمكانية إصابة الأم إن كان بسرطان، بأمراض عديدة، سكري؟ أول شيء هي المستوى الهرمونات اللي بالجسم بيكون لمصلحة الوقاية، لأنه ارتفاع هرمون الاستروجين هو اللي بيعرض لسرطانات الثدي، فبحالة الإرضاع الوالدي بينخفض هذا الهرمون وبتجني مصلحة. كل ما كانت فترة الإرضاع أطول وكل ما كان عدد الأطفال اللي بيرضعوا أكثر، فالوقاية بتكون أقوى. فترة أطول، ولكن يعني لا يجب أكثر من المطلوب، أو فترة، ما هي الفترة المثالية للرضاعة دكتورة ضياء؟ أقل شيء هي 6 إلى 9 شهور، بس القانون الطبيعي والوقاية الطبيعية هي 2، يكون نسبة الوقاية أكبر. طيب، كيف يمكن أن تلجأ النساء إلى يعني خيارات، إلى طرق بديلة على الأقل، فيما لو لم تكن قادرة على الرضاعة الطبيعية حتى لو أرادت يعني، أو الحليب قليل؟ تحدث الكثير من هذه الحالات، صحيح؟ الموضوع الإرضاع الوالدي هي حسب الطلب والعطاء. قد ما الطفل بيكون قريب من الأم وبيمتص الثدي بشكل جيد، الحليب بيفرز. فبدها صبر، بدها مثابرة، ومستحيل يكون الأم ما عندها حليب كافي والغذاء الجيد. طبعا تهتم بصحتها من ناحية الفيتامينات، من ناحية كمية الكالسيوم والوارد الغذائي الجيد وعدم فقر الدم. طبعا بدها تهتم هي من أثناء الحمل وبعد فترة الولادة بغذاء جيد وصحي، فمستحيل ما يكون عندها حليب كافي. إذا كان في مشاكل من ناحية العمل أو هيك، في سحب الحليب ووضعه برضاعات على الأقل، لأنه الحليب الأم لا بديل له. أنا يعني أشكرك جزيلا. تفضلي دكتورة ضياء. أوكي تفضلي. أكملي. لا بديل لحليب الأم، لا بديل. صحيح، وهذه أصلا الطريقة الجديدة التي يستخدمها النساء في، لأنه العاملات طبعا اللي ذكرتيها. شكرا دكتورة ضياء زين الدين، أخصائية الأمراض النسائية.